جزيل للشعب المغربي، الشعب المغربي العظيم الذي عودنا دائما أنه يقف مع الحق، يقف مع القدس، يقف مع الأقصى. المغرب اليوم كله مجتمع لنصرة الشعب الفلسطيني، لرفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. نحن على مفترق طرق، هناك من يريد إبادة جماعية للفلسطينيين وترحيلهم بالقوة، وهناك من يريد أن يقول للعالم أن حان الوقت لوقف العدوان وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وإقامة الدولة. نحن بحاجة إلى هذه الجماهير، نحن بحاجة إلى هذا الصوت الصادق، نحن بحاجة إلى المغرب ملكا وحكومة وشعبا ليقفوا معنا لوقف العدوان. هذا عدوان همجي، هذه إبادة جماعية، ونحن بحاجة لأمتنا أن تصل الرسالة ليس فقط للشعب الفلسطيني، وإن الأمة العربية تقف معنا، أمتنا الإسلامية تقف معنا لوقف هذا الإجرام الإسرائيلي. مئات الأطفال، أكثر من 2500 فلسطيني قتلوا بدم بارد، مئات الأطفال قتلوا، أكثر من 10,000 جريح، هناك 2.5 مليون فلسطيني ممنوع عنهم الغذاء والدواء والماء والوقود والكهرباء. هذه مجزرة ضد الشعب الفلسطيني. نريد هذا الصوت أن يصل لوقف هذا العدوان. شكراً.